بهذه القصة القصيرة ستعرف أنه أحياناً قد تنصدم بأشخاص لم تكن تتوقع منهم ما فعلوه. أن يكون لديك صديق منذ أيام الطفولة تعتبره كأخ لك، لكن بالأخير تعرف أنه من أشد الكارهين لك. دعونا نبدأ القصة، ولا تنسى أن تخبرنا بالتعليق ما العبرة التي أخذت منها. كان هناك طفلين صغيرين بنفس العمر وبنفس الحي، وحتى أن اهتماماتهما متشابهة. كانا يدرسان مع بعضهما البعض، وأيضاً يدخلان لبيوت بعضهما البعض. مع مرور السنين كبرا ليصبحا شابين بالعشرينات من عمرهما. كان يحبان البرمجة، حتى أنهما قاما بدراستها بالجامعة وتخرجا بنفس السنة. اشتغلا بشركات للبرمجة يحلم الكثير بالانضمام لها. كانت رواتبهما جيدة بسبب أنهما كانا يعشقان البرمجة، فكانا مبدعين بعملهما. كان أحدهما يكمل الآخر، دائما يفسران لبعضهما البعض الحيل والطرق للتسهيل من عملهما. مع مرور السنين بأواخر العشرينات من عمرهما بدأ يظهر فارق النجاح في الحياة بينهما. أصبح واحد منهما لديه مؤسسة صغيرة متخصصة بإنشاء التطبيقات تحت الطلب للشركات التي تحتاج خدماته، بينما الشاب الآخر ظل يعمل كموظف رغم أنه محترف بالبرمجة، إلا أنه لم يحقق أي تقدم ملموس عبر مرور السنين. ولكن لماذا أصبح هذا الفرق بينهما؟ عندما بدأ الشابان العمل بشركات البرمجة، كان واحد يستمتع براتبه، ملابس من ماركات عالمية، هواتف بآخر إصداراتها، سيارة فارهة، وشقة بمكان راقي عن طريق القروض. أصبح أكثر من نصف راتبه الشهري يذهب للسيارة والشقة، بينما الشاب الآخر كان يعمل بجد أكثر، ويقوم باستثمار جزء صغير من راتبه بالدورات كفنون الإدارة وطرق التعامل مع المال وتأسيس مشاريع الصغيرة. كما أنه لم يكن يمتلك سيارة أو شقة، كان يقيم مع أهله، وكان بعد الدوام يجلس بغرفته يحاول إيجاد عملاء يطلبون خدمته. كان دائما يقول لصديقه تعال ابدأ معي، لكنه يرفض، يقول لدينا عمل بشركة كبيرة وراتب رائع، دعنا نستمتع، لقد درسنا بجهد والآن يجب أن نستمتع بحياتنا. وهكذا بعد مرور السنين استطاع الشاب المجد أن يستقيل من الشركة ليتفرغ لمؤسسته الصغيرة. أصبحت مؤسسته أكبر لتصبح مداخله منها عالية. أصبح لديه بيتاً كبيراً وسيارة رائعة، بينما صديقه لا زال يدفع أقساط السيارة والشقة. مع مرور الوقت أصبح الشاب الذي كان يريد فقط الاستمتاع بحياته يكره صديقه. أصبح يكره صديقه فقط لأنه أصبح أفضل منه وناجح بحياته. من شدة الحسد والحقد على صديقه لم يعد يحب وظيفته. أصبح يذهب للعمل وهو غاضب بسبب أن حياته أصبحت كلها ديون وأقساط، بينما صديقه أصبحت لديه شركة صغيرة التي استطاع أن يبني بها حياته والعديد من الممتلكات بدون أقساط أو ديون. أصبح الشاب الموظف كثير السلبية بالعمل، وأصبح كثير العراك مع الموظفين ليتم طرده بالنهاية من الشركة. بعدما تم طرده من الشركة زادت مشاكله، لم يجد أي دخل ليعيش به وليسدد ديون الشقة. قرر صديقه أن يوظفه بعدما عرف أنه خرج من شركته السابقة، لكنه رفض بشدة ثم قال له هل تريد أن أصبح موظفاً لديك بعدما كنت أعيش برفاهية أكثر منك؟ رأى صديقه الكره والحقد بعينيه عندما كان يكلمه، انصدم من المنظر. لم يكن يتوقع أن يصبح صديقه المقرب بهذا الحقد والكراهية التي شعر بها. هذا جزاء من يقول لك دعنا نستمتع بالمال فلا ندري متى سنموت. إذا لم تمت وأطال الله بعمرك، هل ستعيش آخر أيام عمرك وأنت تشعر بالحاجة والنقص؟ ألم يعرفوا أن الله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ إذا ما العبرة التي استفدتها من القصة؟ أيضا لا تنسى أن تدعمنا بإعجاب ومتابعة الحساب إذا لم تكن مشترك بعد، ونلقاكم بقصة معبرة جديدة.